بدوره قال النائب محمود حسين مسؤول ملف التواصل مع المصريين في الخارج بالحملة، قال إن الفترة المقبلة ستشهد زيارات لبعض الدول لتعريف الجاليات المصرية بأهداف الحملة، لافتا إلى أنه تقرر عقد لقاءات مع اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا لمناقشته في كل ما يخص الحملة. تم تقسيم عدد من الدول لعمل زيارات من أعضاء الحملة للمواطنين المصريين في الجاليات المصرية والتعامل مع الرموز المصرية الموجودة في هذه الدول من خلال المناصب الرسمية والجاليات الرسمية، وأيضا التعامل مع اتحاد الجاليات المصريين الموجودين في أوروبا بعمل عقد لقاء هنا في القاهرة يضم ممثلي هذه الجاليات واستضافتهم ومناقشتهم في كل ما يخص الحملة وأيضا التعريف بأهداف الحملة.